هلا ما عاد تقدر تقلاني؟ دير بالك ها ايه؟ ليكون بدك تاخذي فيتاليك مني ها؟ هلا بدال هالمصاري اللي دفعتها لو حاطتهم قصة بيت ما كان اشرف؟ لا حبيبتي هيك احسن. بس فهميني هلا رأيت الاميرة ولا ما رأيت؟ والله عم بستنى على 6 أساور. لك تكرم عيونك، اليوم المساء بيكونوا عندي. طيب يعني هيك ما بيطلع لنا شي فنجان قهوة؟ ايه تكرم عينك. وبس ماشي يا أخت. ما بيكون اسمي ليال إذا ما ببزق بنص خلقتك. فتوش؟ لا مشان الله، لا فتوش ولا وسخ ولا عجق الدنيا. ولا يهمك، إذا مشان التنظيف وحياة عينك أنا اللي بنظف. إيه، تفضل بلش. أنا راسي. حياتي كلها الصبح حكيت قدام يولو. ايه اكيد بدها تغدر وتحمر مع عقدة حياتها. انا خلص حياتها اوكي متحاكة. أستاذنا؟ إيه مثل العادة، رأس أستاذ منصور. كل الصبايا عندهم أسرار بيخبوها، لأنهم بينخافوا ينتركوا. بس أنا ما بخاف من شيء، لأنه خليت الماضي تبعي نقي ونظيف. وعلى فكرة، أنت كمان قدامي ورقة بيضة، لأنه بعرف كل علاقاتك مع موكلاتك وعلاقتك مع شام كمان. لا أبداً هدول ما بيشبهوا بعض. علاقتي بهدوك كانت تشبع لي رغباتي، وعلاقتي بشام بتعيش لي روحي. وآسف على هذا الكلام، بس رغم تحفظك الكبير أنا بحس بأريحية، يعني بقدر أحكي اللي بدي إياه. منيح اللي طلع لي دور بحياتك والله. غليظة. شو في انتو اثنين؟ شكله في حال طاقلنا برغي وبدن يهدونا. بوجي متعهد. يا زلمه كل واحد وراه دعم بهد جبال، وانت راكب لي راسك، ما بدك تشتغل بالتهريب وبدك تعمر وتبيع. هلا ما عاد عجبك؟ بعد ما صار عندك عمال وشقق؟ لك بكره بكسرونا راسنا، طول بالك. طول بالك شو سايبه؟ لا ممسوكه. لك تضرب منك له شو خروف. انا رح ظبط الموضوع. ليكني رايح عند رئيس البلديه. ديروا بالكم على العمال، ما يتكرموا بالجبله. حاكيني أول ما توصل على القهوة. إيه دير بالك على حالك أبو سامي. لك روحي يا ديما الله يفتح نصيبك. إله ألو. مرحبا ماما. حبيبتي رح ساوي لك فاصوليه بزيت. ليش؟ كمان الافندي ما بيحب التوم؟ طيب تكرم عيني. كذابين! انا حامل، والله انا حامل. حبيبتي حرام عليك تساوينا بحالك. لك مو بيقولوا انك بتحس بابنها. انا حسيت فيها. لا والله العظيم حسيت فيه. ان شاء الله
المرة الجاية بتزبط. خبرناكم انه في ازواج بيساووها أكثر من 5 مرات بس بالأخير إلا ما بتزبط. قومي حبيبتي قومي خلينا نروح على البيت يلا. ليش أنا بستشيروا على البيت؟ تستشيروا على البيت؟ والله وإلا يحفر ابني بإيدي أنا. قومي حبيبتي قومي خلينا نروح على البيت قومي يلا خلصينا يلا يلا قومي. ليش عم تحرم فيني يا ربي؟ ليش عم تكسر بخاطري يا ربي؟ ما في ليمون بالبراد، اتصلي خليه يبعتوا ليمون. آسفة، اتصل أنت. مرحبا حبيبي، يخلي لي عينك، بدي 3 كيلو ليمون. إيه إيه لأبو خالد. يرضى عليك لا تتأخر فيهم. منعرفك كريم كان حاجة كيلو ليكون زعجك كلامي. ألو لك أهلين كيفك؟ والله مشتاقت لك. طيب ليك بحكي معك بعدين. إيه يلا باي باي. لك أنا قلت لك آسف، كم مرة بدي أعتذر لك وحلفت لك ما بقيت عيدها. لك أنت ليش عم تعملي فيني هيك؟ ليش؟ فهميني بس. لك يا عيني شو عملنا؟ شاب عمره 35 سنة ومعجب فيني، شو ساوي أنا؟ بس أنت قلتي له أنا بدك تحاكي. إيه لازم أقول له هيك كرمال ما بقى يدق مرة تانية، شو أعمل؟ أبوكي ما عم يرد، أنا نازلة أدور عليه. شو بدك تدوري عليه يعني؟ هلا بيجي. رفقاته بالقهوة قال ما شافوه. أيوه، ليكون عند حبيبة قلبي. خدي خدي، احكي معها أنتِ، أنا ما بدي أحكي. كيفك؟ شو أخبارك؟ شو شايفة حواليكي ضجة؟ أنتِ بالمول مع الأولاد. طيب بوسيلي إياهم. هاتي لشوف. يا ربي عم يطلع خارج التغطية. لك رح البس انا كمان. خليكي انتي، شكله هذا الدكتور مو شاطر. هلا صار الدكتور ماله شاطر؟ هذاك اليوم كان عاجبك ولا كل شغله بنحطها بظهر الدكتور؟ انا وانتي مشروع عيلي شامل، لهيك ماني مضطر للمجاملات والمزاودة. بدي احكي كل شيء بقلبي وبصراحة. هلا موضوع انه امك عم تشرب كثير زعجني، مو لاني انا ضد المرأة تشرب بالعكس، بس هي بدها تصير ست اولادي وما بدي اياهم يشوفوها وهي سكرانة. ليش ما حكيت من زمان؟ ما كان بدي ازعجك. وهلا بدك تزعجني؟ هلأ أنا واثق إنه بدي إياك تكوني مرتي. هلأ أنت واثق؟ طيب وقبل ما كنت واثق يعني؟ طيب حكيك عن الزواج والبيت شو هاد يعني؟ حكي هيك؟ مجرد حكي؟ شامي كان بدي إياك تعرفي إنه أنا جدي، وأكتر شي بيأكد هذا الموضوع للمرأة هو طرح الزواج. بدك يعني خبي بقلبي؟ هات لشوف، شو في قصص تانية مخبية؟ في حب كتير كبير بده يعيش لأطول عمر ممكن شامي، لآخر العمر. ليش بنحب الناس اللي بيحرقوا لنا عمرنا؟
بدك تصوبي السؤال، ليش انت بتحبي؟ رجعت شغف؟ مشان هيك جاي؟ شوفي مع مين كان؟ بالبيت اكيد بالبيت. طيب خلينا نخبر الشرطة بركي خاطفينه. طيب انتي وين؟ يلا جاي لعندك يلا. هيك ها هلا صاروا بيعبوا العين، صاروا 12. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. بس ما بقى بتزعلني ها؟ بزمتي هي آخر مرة بزعلك فيها. بستي حاسس الدنيا كلها موسعة مثل من الفرح، وبهالمناسبة هي طالما مبسوطين شو رأيك نطلع نسهر؟ ايه انا اللي بطلع بسهر، بس حابة اشربك شي اول. شو تشرب؟ اخ روحي بدي شوية وسكي هيك بالريقي. ايه بتكرم عينك. شو يعني؟